الزمن نقيسه أحيانا بلحظات فرح أو حزن تغير حياتنا، ويمر علينا أحيانا أخرى ثقيل الوطأة ونحن بانتظار التغيير. اخترع البشر الكثير من وسائل قياسه لنحاول إدارته والسيطرة عليه، ولكنه لا يكف عن التلاعب بنا، فالحياة أكبر مما يمكن أن نقيسه، وعوامل الطبيعة قد أثبتت للبشر الطموحين والجامحين أنها أقوى من أن تكون تحت سيطرتهم. في حلقتنا اليوم نتحدث عن أزمان تطول وتتجاوز قدرة البشر على القياس الدقيق. سنتحدث عن أزمان تطورت فيها الكرة الأرضية ونشأت فيها الحياة. كيف كانت الأرض منذ ملايين السنين؟ كيف تغيرت تضاريسها لتصبح على الشكل الذي نعرفه حالياً؟ طبعاً الأرض بدأت كقارة واحدة وبحر واحد، كانت عبارة عن قارة صلبة واحدة وبحر واحد. الأرض الحالية بكامل قاراتها وبلدانها وبحارها هي بقايا الأرض القديمة. هذه القارة انقسمت إلى قارتين، ثم إلى ثلاث قارات، ثم إلى وضعها الحالي. لقد وضعت في متحف الدكتور فواز في الجيولوجيا في قسمين، وضعت سيناريو مصور لتطور شكل الأرض من 200 مليون سنة حتى الآن. سبع صور، 200 مليون سنة، 135 مليون سنة، 100 مليون سنة، 65 مليون سنة، العصر الأرض الحالية والأرض بعد 50 مليون سنة. هذا لكن لم تتبدل المادة الصلبة في الأرض عبر هذه الأزمنة، انقسمت إلى قارات، إلى بلدان، إلى بحار، لكن بقيت نفسها. طبعا في هناك في جيولوجيا التطور التكتوني للأرض، تطور صفائح الأرض تبدي أسباب هذه الانقسامات وأيضا مصيرها. طبعا الأرض بدأت بالعصر الأولي من الكامبريان ثم العصر الأول اللي هو عمليا ما قبل الحياة ثم ما بعد الحياة، ثم العصر المتوسط، ثم العصر الحديث، ثم العصر الرباعي. نحن نعيش الآن بالعصر الرباعي عمليا في الأرض. ولكل عمر جيولوجي صخوره، لكل عمر جيولوجي مستحاثاته وخصائصه، ونقوم بتدريس الجيولوجيا التاريخية لطلاب الجيولوجيا عن التطور التاريخي للأرض منذ نشأتها حتى الآن، مع ذكر جميع الصخور والمستحاثات والفلزات والظواهر الأرضية المرافقة كالبراكين والزلازل وغيرها. طبعا هذا الأمر يدرس في الجيولوجيا من خلال علم الطبقية، علم الجيولوجيا التاريخية، علم المستحاثات وغيرها، هو دراسة تاريخ الأرض وتاريخ نشأة الأرض بشكل عام. هكذا تطورت تضاريس الأرض الأم، ولكن متى بدأت الحياة التي تميز كوكب الأرض عن باقي كواكب المجموعة الشمسية؟ الحياة، إنها الحياة للعالمين النباتي والحيواني. كائن حي نباتي أو حيواني ينمو، إنها الحياة. نشأت الأرض من 4500 مليون سنة، بعد 4000 مليون سنة بدور الكامبريان كان الاكتشاف لأقدم كائن حي مستحاث على سطح الأرض في أستراليا. إذن عمر الحياة على الأرض كاملة 600 مليون سنة،
محيط الخلية، ثم بعد ذلك الفقاريات، اللازهريات، الفقاريات، الزواحف، الأسماك، الطيور، الثدييات، الإنسان. هذه هي الحياة على الأرض مع تطورها. تتطور الحياة وسوف تتطور حياة أكثر في المستقبل بأشكال سوف نشاهدها أو يشاهدها الأجيال القادمة حتى. براكين ثائرة، عواصف برقية، محيطات في حالة غليان، زلازل مستمرة، وجو يحتوي على مستويات عالية من الغازات السامة. هكذا كانت حالة الأرض، فكيف تشكلت الخلية الأولى وتطورت في أزمان غابرة؟ هل استطاع العلم اكتشاف ذلك؟ يقال طبعا ومن المتعارف عليه أن الحياة بدأت في البحار، مقصود فيها طبعا بدأت في البحار يعني بدأت في البحار والمحيطات، لأنه كلها شو اسمه تحتوي على مياه مالحة. وفي طبعا نظريات كثيرة وفي تجارب تثبت ذلك، هذه المقولة مثل تجربة ستانلي ميلر في عام 1953، وحاول ستانلي ميلر أنه يعمل جو مشابه للجو الأولي أو الابتدائي للأرض، وخلط غازات وكان جو مرجع، وطبعا بغياب الأكسجين خلط غازات الأكسجين الحر، خلط غازات الميتان والنشادر والهيدروجين وحطهم في جهاز مفرغ من الهواء بالإضافة إلى تسخين الماء اللي أعطاه بخار الماء، وعرض المزيج لشرارة كهربائية قوية تشبه البرق الذي يحدث في الطبيعة. بعد ذلك كثف المركبات التي نتجت عن اتحاد هذه المواد الأولية وتشكل سائل وهو ما يقابل ماء المطر. وبعد ذلك طبعا هذه المواد التي تجمعت وكانت موجودة في المياه تجمعت في الجزء السفلي من الجهاز على شكل حرف U وتمثل المواد العضوية البسيطة، أي الحساء الساخن الأولي أو الابتدائي للأرض، وهي تتألف من مركبات عضوية بسيطة. طبعا بعد ذلك بدأت هذه المركبات طبعا تتفاعل مع بعضها البعض وتشكل بعملية البرمرة أو التعدد ما يسمى بالأكوام أو الحبيبات أو القطيرات العضوية، وبدأت تشكل جزيئات أكثر تعقيدا لأن السلسلة تبع الحموض الأمينية مستقيمة، بدأت تنطوي وتلتف وإلى آخره، شكلت بنية ثنائية وثالثية ورباعية، ولعبت روابط الكبريت الموجودة في الحمض الأمين السيستيد في التقارب بين هذه الجزيئات لكي يتم التفاعل أكثر وبسرعة أكبر. طبعا كانت في مواد وسيطة هي عبارة عن مواد لا عضوية معدنية. بعد ذلك طبعا اجتمعت تشكل الغشاء الخلوي وهو عبارة عن طبقة من البروتين والدسم أو الدهن وطبقتين في بينهم تبادلات تأثيرات متبادلة ضعيفة، وشكلت غلاف يحيط بهذه الخطيرات أو الحبيبات الغروية، وأصبح عندنا جملة مغلقة ويجب على هذه الجملة أن تتبادل مع الوسط الخارجي، تطرح المواد الفضلات وتأخذ الغذاء من الوسط الخارجي المحيط. وطبعا استمرت العمليات، وطبعا مثل هذه الجزيئات العضوية المعقدة جمعت بكميات كبيرة جدا جدا، وكانت بداية للكائنات وحيدة الخلية الأولية، وبالتالي لابد أنها تحافظ على استقرارها وثباتها، لابد أنها تحافظ على عملية التبادل مع الوسط الخارجي لكي تستمر لأنه الغذاء ولكي تطرح الفضلات. ومرت بعدة مراحل من الاصطفاء، أول شيء تشكل بنية داخلية ثابتة وغلاف يفصل بينها وبين المحيط البيئة المحيطة فيها، وبعدين طبعا اصطفاء تشكلت الجزيئات المعقدة وبعدين تشكل الغلاف وإلى آخره، وبدأت تتشكل الكائنات
الحية الأولى، ولكن هذه الكائنات طبعا بدأت تتطور وبالتالي تشكلت كائنات بدأت بعملية التركيب الضوئي وبدأت تعطي الأكسجين، وبالتالي تحول جو الأرض من جو مرجع إلى جو مؤكسد، وتشكلت طبعا كائنات كثيرة جدا، ويمكن أن تتشكل تستمر عمليات تشكل الحبيبات أو القطيرات الغروية، ولكن الكائنات التي تشكلت بدأت تلتهمها في الغذاء وبالتالي لم تبقى الظروف مناسبة لنشوء الحياة مرة ثانية من جديد. وطبعا عدا التهامها في الغذاء بدأت عمليات تخريب وتفكيك هذه المواد. طبعا عن هذا الموضوع يمكن التكلم الكثير، طبعا لذلك لهذه التفاعلات يجب وجود طاقة، أو بتكون الأشعة فوق البنفسجية من الشمس طاقة البرق، طاقة الحرارية للبراكين، وأحيانا طاقة العناصر المشعة، لأن في إحدى التجارب استخدم فيها مسرع لتفكيك الذرات وبالتالي إعطاء الطاقة الأشعية المستخدمة ترجمة كالفن التي تم فيها اصطناع جميع الحموض الأمينية. نشأت الحياة في البحار، هناك تشكلت الكائنات الحية وتطورت، لكن هل امتلكت الكائنات الأولى القدرة على الاستمرار والصمود في وجه المتغيرات التي طرأت على الكرة الأرضية؟ أم كان التطور هو السبيل الوحيد لاستمرارها؟ طبعا في كثير من السلالات التي عاشت في العصور الجيولوجية والأدوار الماضية وما زالت حية حتى الآن، بسموها مستحثات حية. مثلا في شمال إفريقيا بالمحيط الأطلسي في عام 1938 تم اكتشاف نوع من الأسماك قوسيات الزعانف لاتيميريا لاتيغرافيكا، وهذا النوع هو أصل لرباعيات الأطراف، طبعا تطور طبعا باتجاهها بالخروج من الماء ولا يعطي رباعيات الأطراف، يعني الحيوانات الأرضية اللي لها أربع أطراف. في عندنا كمان أمثلة كثيرة، وهذه الكائنات أحيانا يسموها الكائنات الباقية ريليكس، يعني الباقية. مثلا في عندنا أنواع عاشت بالأدوار الجليدية فبنجدها اليوم مثلا في أعماق البحر الأسود في أعماق البحر المتوسط، وهي بقايا بتكون على شكل أنواع قليلة أو نوع وحيد، ولكن في غابر الزمان كانت منتشرة على نطاق واسع جدا وبأعداد كبيرة، ولكن اليوم بقيت ممثلة بشكل محدود. عندنا الهاتيريا كمان، هي عضاء من كاريات الرأس، كمان هي ممكن تتطور وتعطي مجموعات حيوانية أرقى منها، مثل البرمائيات وبعد التي تعطي فيما بعد البرمائيات المذنبة والبرمائيات عدمات الذنب. عندنا الأوبوسوم كذلك، عندنا مجموعة هي عبارة عن عضديات الأرجل يعيش منها حاليا 200 نوع، كان سابقا شكلت في الأزمان الغابرة 7000 نوع، ولكن هذه الأنواع رغم مرور أكثر من 500 مليون سنة ما زالت تشبه الأنواع الموجودة بالمستحثات، لأنه القواقع تبعها صلبة ويمكن حفظها لفترات طويلة تقدر بملايين السنين. الأمثلة كثيرة على الكائنات الباقية. في نوع مثلا بحري من القشريات ميسوس أكولاتا فار ريليكتا، حتى عبارة عن تنوع أخذ اسم ريليكت يعني باقي، بيعيش في المناطق الباردة في البحيرات في الأنهار في المنطقة القطبية وتحت القطبية، في أنهار كثيرة في بحيرات جمهورية ألمانيا الاتحادية سابقا، في كل المناطق الباردة، فلذلك في البحر يوجد في الطبقات العميقة لأنه درجة الحرارة بتكون منخفضة، موجود بالبحر الأسود وموجود عندنا في البحر المتوسط، ولكن لا يستطيع أن يعيش في طبقات عليا حيث درجة الحرارة أكثر، وهو باقي من الأدوار أو العصور الجليدية، من الأدوار أو العصور الجليدية اللي كانت في الحقب الرباعي، دور ثلاث بعدين الرباعي، وبالتالي قبل تقريبا 3000 سنة.
وبعد زمن قد يكون طويلا جدا بالنسبة لنا، لكنه في مقاييس أخرى قد يكون عابرا. فكر الإنسان بكيفية خلق الكون وحاول معرفة تاريخ الأرض ليتمكن من الصمود بوجه الزمن والمتغيرات. فكرة الإنسان عن الخلق، طبعا بالنسبة لمنطقة بلاد الشام والمشرق، قدم إلينا إنسان منتصب القامة الهومو إريكتوس من أفريقيا، واستقر على ضفاف الأنهار الكبرى، الكبير الشمالي والعاصي والفرات، ثم استوطن في حوضة البادية التدمرية وخاصة قرب الينابيع وأيضا مصادر المياه. طبعا استقر في الكهوف وأيضا استقر في العراء، لكن من خلال الدراسة لتلافيف الدماغ تبين بأن هذا الإنسان كان يؤلف أسرا اجتماعية، تتألف كل أسرة من 4 إلى 5 أشخاص. ثم بدأ هذا الإنسان يفكر في كيفية التغلب على جبروت الطبيعة وقساوتها من جهة، ثم فكر بأثناء نظرته إلى السماء، فرأى أيضا الكواكب ورأى أيضا الشروق والغروب والضوء، ثم رأى من حوله الحيوانات ورأى أيضا مصادر المياه وبعض الأشجار المثمرة، ثم بدأ صيادا، لكن لم يكتفي عند هذا الحد، وكان أول صناعة له تؤكد على تطور فكري فني في دماغه أنه صنع لنا أدوات حجرية هي عبارة عن فؤوس كبيرة، كان الهدف منها هو حماية نفسه من جهة، وأيضا استخدامها لصيد الحيوانات من جهة أخرى. ثم أيضا دخل المغارة وقسمها إلى عدة طبعا أقسام، كل قسم له وظيفته، ثم أيضا صنع المواقد والمصاطب، ثم اخترع النار، وهنا بدأ يقود مسيرة التطور الحضاري متحديا من جهة أخرى كما ذكرت الطبيعة وقوتها، وبدأ ينظر ويحلل ويدقق، فبدأ في الصناعات التقنية من جهة، ثم بدأ التفكير بأسرار الكون وأيضا أسرار الإنسان ووجود الإنسان وكيف سيستمر هذا الإنسان وما هو الخالق، بدأ يفكر، وما هو أيضا المخلوق من خلال دراسة في التحاليل المخبرية لتلافيف مخ الإنسان منتصب القامة، ثم إنسان نياندرتال الذي قدم إلى سوريا منذ 100,000 عام خلت، ثم أيضا إلى الإنسان العاقل التي أكدنا في مؤتمراتنا الأخيرة في اليابان وفرنسا وبعض أيضا المراكز العلمية العالمية، أن جميع الكتب كانت تقول بداية الإنسان العاقل من 40,000 عام، الآن تغيرت هذه النظرية وأصبحت 80,000 عام، ثم بدأت الأسرار تظهر، لكن بدأ الوضوح بالنسبة لقضية الخلق خاصة في 1800 قبل الميلاد. أيضا قبل اختراع الكتابة ترك لنا الكثير من الإشارات والرموز، منها رسم للهلال، منها هناك رموز وإشارات رمزية تصويرية تجريدية، رسم أيضا لنا خطوط متعرجة تشير إلى حركة المياه، رسم أيضا الخطوط المتساوية، رسم لنا الكثير من أنواع الطيور والحيوانات، إن دل هذا على شيء فأنه يدل على بدايات الكتابات الرمزية التصويرية التي تجسد لنا رؤاه الفكرية من خلال تأملاته وعاطفته وفلسفته وتفسيره للكون والطبيعة من جهة أخرى. الفكر الإنساني تطور عبر التاريخ ولا يمكن تهميش أي من المراحل التي خاضها، فكل خطوة قادته إلى الخطوة التي تلتها ومن الميثولوجيا كانت البداية. لكن مع ظهور فجر الكتابي
وتحول الإنسان من القرية إلى المدينة بال 3200 قبل الميلاد، هنا بدأت الحركة الفكرية العلمية التي تركت لنا من خلال الوثائق الكتابية المسمارية في بلاد الرافدين وبلاد الشام، وكذلك رسائل تل العمارني في مصر، حيث تركت لنا هذه الوثائق الكثير من المعلومات عن النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والروحية، ثم عن حركة الكون وأيضا تطوير الكون. فراح أعطي مثالا بالفترة السومرية، هناك ملاحم وميثولوجيا تتحدث عن قضية الخلق، قصة الخلق ونزول الإلهة إنانا إلهة الحب والجمال والخير والعطاء والحرب، نزولها من السماء إلى الأرض، ثم زواجها من أيضا إله السماء آنو، فأنجبوا إنليل إله الهواء، ثم إله الهواء تزوج وأيضا أنجب إله القمر وإله الشمس والكواكب الأخرى. طبعا هذه الملحمة هي ملحمة متشابهة مع الملحمة أيضا العمورية الكنعانية، بأن آنو عندما تزوج كي إله الأرض أنجبوا إنليل إله الهواء، فضاق زرعا ولم يتنفس الهواء، ففصل والده آنو إلى السماء وكي فصلها الأرض، ثم ظهرت الكواكب الأخرى، ثم أيضا ظهر التعاقب الفصول. وهناك كثير من الميثولوجيا طبعا الإغريقية والرومانية أخذت ونهلت الكثير عن الميثولوجيا السومرية والرافدية، وكان آخر اكتشاف لنا أثناء عملنا في موقع تل كشكشوك معالم الآثار السوري أنطوان سليمان رحمه الله، أننا كشفنا عن جرة فخارية كبيرة نقش الإنسان عليها مرحلة ظهور الخلق وتطور الكون، فكان بقاع الجرة خطان متعرجان يشيران إلى مياه نهر الفرات، ثم نقطها باللون البني تشير إلى التراب، إذن ماء ثم تراب، ثم ظهرت نبتة الشعير ثم نبتة القمح ثم البشر ثم الحراثة ثم الغلال والسلال، ثم تقديمها إلى الملك الجالس على كرسي العرش، وفوق الملك أيضا كان هناك إله واقف بيده الصولجان وبأيضا اليد اليسرى الشعلة، وفوق أيضا الإله وأيضا فوق الملك كانت توجد هناك رسوم للكواكب وخاصة القمر والشمس والنجوم. هذه هي يعني تعطيك فكرة متكاملة عن قضية الخلق. لشرقنا العريق قصصه التي ترتبط بالأرض والسماء والتي كانت أساساً لتطور الفكر الإنساني، وفيه نشأت الأساطير الأولى التي غرست بذرة العلوم التي نمت بفضل تعاقب حضارات متعددة. قضية الخلق بالنسبة للميثولوجيا السومرية الرافدية، كان هناك مجمع للآلهة، وكان هناك كبير للآلهة، وخاصة أعطي مثالاً بالنسبة لسوريا، كان الإله إيل هو رئيس مجمع الآلهة، وهو كبير الآلهة الأوغاديتية، وهو سيد الكون، ولقب بألقاب كثيرة، منها هو الخالق وخالق الخلائق، وهو تزوج وأنجب أولادا، وكان كل ولد منهم كان يحمل صفة الألوهية، فالإله بعل إله المطر والكواكب والريح والخصب والزراعة، أيضا ظهر كوثر إله الحرف، وأيضا ظهر إلها للخمر، وظهر إله للعدالة، وأيضا ظهرت آلهة متعددة لكل منها كان وظيفتها الخاصة. أما بالنسبة لقضية الخلق الكنعانية العمورية فهي أيضا متكاملة ومتشابهة جدا مع الرافدية، إلى أن ظهرت عدة نظريات، وخاصة أريسموس جد داروين الذي جلس 12 سنة
فوق جداول المياه يراقب حركة تطور الحشرات، وأكد بأن الدودة تتحول إلى فراشة، وأيضا بأن هناك تطور من ممالك حيوانية، ثم أيضا درس تطور السلالات البشرية إلى أن ظهرت الداروينية الجديدة التي تقول بأن الإنسان خرج من مملكة الرئيسيات وتطور طبعا، وأيضا ظهرت نظريات بعد داروين تقول بأن هناك أجناس بشرية مختلفة لم تتطور عن بعضها البعض، لذلك نرى سحنات بشرية مختلفة من السمراء والسوداء والبيضاء والصفراء والمعتدلة. وما زالت الدراسات مستمرة حول قضية دراسة الأجناس البشرية، هل تطور الإنسان العاقل من الهومو أريكتوس منتصب القامي، أم أن إنسان النياندرتال له سنحة مختلفة عن إنسان العاقل والهومو أريكتوس، وما زالت هذه الدراسات مستمرة. إذا أتينا أيضا إلى الفترة اليونانية والرومانية حتى الفترات الجاهلية، هناك طبعا عدة أساطير وعدة دراسات حول ظهور الخلق. وإذا بدي أعود أيضا الأساطير الأوغاريتية، كان أول صراع كان ما بين موت ويم إله البحار، وبدأ الكون بالنسبة للأوغاريتي المادة الأولى هي الماء ثم التراب، هذا بالنسبة للأوغاريتي. فالصراعات كانت بين قوى الخير والشر إلى أن انتصرت قوى الشر من خلال دراستنا للنصوص. كثيرون منا يخشون المستقبل، ربما هم محقون لأسباب عديدة، فالزمن يحمل في جعبته الكثير من المتغيرات، منها ما يكون بطيئا لدرجة قد تنسين حدوثه، منها ما يكون صاعقا يغير قدرنا وربما ينهي حياة البشرية. أين نحن من هذا الكون الكبير؟ وما هي قيمة حياة البشر؟ أسئلة ربما تفسح المجال لساعة تأمل وهدوء، لأن ما سيكون سيكون، فكوننا الكبير قد لا يكون إلا ذرة في أكوان أخرى.